تحياتي لكم. طبعا من كثر ما بنحكي عن آلام العمود الفقري وعلاجها وتشخيصها والتعامل معها وإنهاكم منها بشكل بيتي، فأجانا اتصال مهم، وهذا الاتصال من العمود الفقري تاعنا. خلينا نشوف شو العمود الفقري بده يحكي لنا، وشو هي التنبيهات والملاحظات اللي قاعد بيحكي لنا عنها طول الوقت واحنا مش سامعين ولا فاهمين ولا عارفين كيف نتعامل معه. بلكي نقدرنا نوصل لحل ونوجد لغة تفاهم بيننا وبينكم وبين العمود الفقري تاعنا. فخلينا نشوف المكالمة. تحياتي، أنا العمود الفقري عندكم، أنا مكون ومخلوق في 33 فقرة، 34 فقرة. هاي الفقرات محطوطة فوق بعض، هاي الفقرات موجود فيها بينها، ربنا خلق الوسادات هذه اللي بتمتص الاهتزازات وبتعمل ليوني اللي هي الديسكات أو الغضاريف، وربنا جعلني قوي بدرجة انه خلاني احافظ على وضعية القامة عندك، خليتني احافظ على الجمجمة وعلى الاستقامة، وانا حافظ لك في داخل الفقرات هذه في القناة حافظ لك اهم عنصر لحياتك اللي هو النخاع الشوكي. انا بحافظ لك على النخاع الشوكي، بحافظ لك على الاعصاب اللي بتطلع من النخاع الشوكي عن طريق وبتنزل على الايدين، بتنزل على الرجلين. يعني انا متحكم في كل جسمك، متحكم في الام الراس اللي عندك، متحكم في الام الصدر، في المناطق الصدريه، كل التنفس هذا بسبب مشاكل المشاكل اللي بتعطيني اياها في منطقه القفص الصدري، وبسيطر على مشيك وعلى اجريك، حتى اصبعك الكبير اللي في اخر اجرك بسيطر عليه، يا بخليك تحركه او ما بخليك تحركه لانه انا مسيطر عليه كله. وانت المفروض يا حضرتك ترد لي الجميل، لانه انا اساسي كمان للقفص الصدري. انا اذا صار في عندي اختلال في العمود الفقري في المنطقة الصدرية، انا بصير في عندي مشاكل في التنفس، وبصير في عندي الام جاي من العمود الفقري على المنطقة الصدرية. وانا كمان اذا ما بتعرف يا حضرة الاستاذ، انا اللي حافظ لك الاعضاء الداخلية جوا بشكل امن، انا اللي محافظ على تقريبا حياة وعمل الأعضاء الداخلية. أنا إذا بصير عندك مشكلة غازات في القولون، قولون عصبي، أنا بتأثر بشكل كبير إذا بتوكل شغلات مش كويسة وبتسبب انتفاخات وإمساك، هذا بيأثر علي. أنا بسيطر لك على كل شيء بحياتك، أنا بسيطر لك على كل الجهاز التناسلي اللي موجود عندك، لأنه العمود الفقري ما احنا عارفين لتحت تحت، يعني البروستاتا جاي وراء. أنا بسيطر لك على البروستاتا تاعتك، على عمل البروستاتا، أنا بسيطر لك على عمل لأن الأعضاء الداخلية كلها، لأنه مرتبطة معي في الأعصاب. فطيب يا أستاذ، طيب شو المطلوب؟ فهمنا دورك المهم والقوي والفعال في حركتنا، شو المطلوب؟ المطلوب يا أوادم، يا محترمين، إنكم أول شيء اتراعوا ظروفي. أنا خلقت لكي أتحرك، أنا خلقت عشان يكون في ليوني، أنا خلقت عشان أمشي، أنا لم أخلق عشان أقعد 12 ساعة في اليوم، أنا لم أخلق عشان أظل في وضع الوقوف لفترة طويلة وحانين لفترة طويلة. وهذا كله أنا بعطيكم أعراض لأنكم بتعاملوني بشكل سيء، إنكم إذا بتضغطوا وبتحملوا غلط وبتضلكم قاعدين في الوضعية السيئة، أنا بصير أضرب عليكم في الآلام كأمور تحذيرية، تحذيرية اللي تستوعبوا اللي تفهموا، مش عشان تروحوا تجيبوا لي سموم وتدخلوها على شكل المسكنات هذه، بدل ما تحلوا السبب وتحلوا المشكلة اللي أدت للتشنج العضلي أو أدت للانزلاق الغضروفي. أنا بروح بحل الأعراض. طب ما أنا بحكي لك يا أنا العمود الفقري، بحكي لكم إنه مدام أعطيتكم آلام، إذا افهموا إنه في شغلة غلط، فصححوا الغلط وما تكملوا الغلط بغلط أكبر منه في المسكنات، ماشي؟ وإذا أخذت المسكنات حضرتك، أنت بتخذرني بشكل كامل، انت بتمنعني عن التواصل مع العالم الخارجي،
انت في هاي الحالة، اذا انا كنت في حالة سكر لاني مش شاعر في الالام، انت بتضرني، انت بتصير تحنيني بطريقة سيئة جدا وتحمل شغلات سيئة وتضلك قاعد لاني مش شاعر في هالالم هذا. فالعوائق بتكون كبيرة، فالمشكلة اذا كانت بسيطة انزلاق غضروفي بسيط بصير انزلاق غضروفي كبير، اذا كانت التهابات مشاكل بسيطة في الغضاريف بتزيد، اذا كانت مشاكل في العضلات تشنجات تعب ضعف بتزيد مع المسكنات، لانه المسكنات بتخدر، لانه التخدير مش مطلوب في آلام العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري. في عنا آلام بدنا نشوف الحل ونحله، مش نروح نخدر ونسكت هالأعراض هذه بشكل كويس. فالعمود الفقري لو ظل يحكي معنا يحكي معنا، اللي على عسى إن نسمعه. بالنسبة للنظام الغذائي طبعا مهم كتير زي ما حكى لكم، لأنكم ما بدكم تضيفوا ضغط على الضغط اللي موجود عنده. هلا ضغط الأمعاء وضغط الكولون وضغط الأعضاء الداخلية، في هاي الحالة أي مشكلة بتضاعف المشاكل اللي موجودة عندنا، سواء من الديسك أو مشاكل تانية في أسفل العمود الفقري أو الرقبة أو المنطقة الصدرية. مطلوب منا نضلنا نحافظ على الليوني، طبعا تجهيز لموضوع الليوني مطلوب منا المياه مع الأعشاب هذه النقع، مطلوب منا التمارين العلاجية اللي بنسويها، تمارين الليوني، تمارين تقوية العضلات، مطلوب منا إن نتبع أمور الوقاية، القعدة الصح، الوقف الصح، عمل الحركات هذه الوقائية اللي هي بالأساس لورا. مطلوب منا إذا العضلات تاعتنا ضعيفة ومش قادرين نثبت حالنا نستخدم مشدات، نستخدم شيء يثبت الظهر، مطلوب منا نعمل فيها الزيوت عليه لأنه بحاجة لمواد غذائية وبحاجة لمواد طبيعية تخفف الألام هذه وتلين، ومطلوب منا الحركة الصحيحة والمشي والهرولة، مش إنه ناخذ الأمور بالاستهزاء هذا ونستنى الحل اللي هو موجود في عقولنا بس وهم، وبنجري ورا الوهم ها اللي واحد بس يعطينا اشي يتناسب مع عقليتنا احنا، لان بدنا شيء حبة حبوب، بدنا شيء بسيط، بدنا شيء سهل. هلا اذا احنا بدنا اشي زي هيك فما تلوموا الناس التانيين اللي بعطوكم شو انتو بدكم منهم، انتو شو بتطلبوا دايما؟ بتطلبوا حبوب مسكنات كذا، فهم بردوا عليكم بعطوكم اللي بدكم اياه عشان يخففوا الالام هذه، مش اللي العمود الفقري بده اياه منكم، وانتو عارفين الشي هذا طبعا بدون وفاهمينه وعارفينه. فقط هي المشكلة في عملية نقول يا الله ونبلش نطبق اللي نرحم هالفقرات شوية وهالديسكات شوية، نرحم قد ما نقدر عسى انه ربنا يرحمنا ونخفف هالآلام هذه اللي بمجرد تخفيفها بالشغلات البسيطة اللي بنعطيكم اياها مرارا وتكرارا، بمجرد كل صحتك التانية وكل الاعضاء التانية وكل صحتك النفسية وارتحت نفسيا ونمت كويس، بس بمجرد خلصت من المشاكل هذه اللي في العمود الفقري، وبعدها ما عليك الا تنام النوم الطويل وتلتهي في مشاكل تانية بحاجة لتدخلات، وهي التدخلات هذه لعلاج الالام العمود الفقري اللي بنعطيكم اياها خطوة خطوتين ثلاث اربعة خمسة، هذه كلها بتساهم بشكل غير مقصود لعلاج حالات كتيرة. اللي معه سكري بتخفف منه على الأكيد، اللي معه مشاكل في القلب وانسداد في الشرايين وضعف في عضلات القلب، ما هي هذه العلاج. اللي عنده روماتيزم، عنده تغيرات في العظام، عنده هشاشة بعد الأربعين وخصوصا النساء، هذه بتفيد وهذه بتخفف الآلام الثانية للمشاكل الثانية، سواء مشكلة كولون، مشكلة معدة، مشكلة تنفسية، كله مرتبط في هالعمود الفقري وفي هالنقاع الشوكي اللي هو جهاز عصبي مركزي مع الدماغ، وهو اللي مسيطر على كل حركة الدماغ والتروية الدموية للدماغ وإزالة الفضلات عن طريق الجهاز اللمفاوي والأوردة من الدماغ، كله بيعتمد موصول في منطقة الرقبة اللي هي
اول فقره في الرقبه الاكس الاطلس والاكسس اللي هن بثبتن الدماغ والجمجمه، وهذولا اذا صار فيهن اي مشكله اي احتقانات اي خشونه في هذه الفقرتين هذا الواصل، ففي هاي الحاله امكانيه توصيل المواد من الدماغ لبرا ومن برا للدماغ بتصير فيها تضيق، بتصير فيها عدم مقدرة على إزالة الشوائب هذه في الدماغ عن طريق الجهاز اللمفاوي والأوردة وتنزيلها عن طريق القناة اللي موجودة في النخاع الشوكي. إذا صار فيها تضيق معناته صار في عنا وجع رأس، صار في عنا دوخة، صار في عنا آلام حادة في الرأس شقيقة. وعشان هيك بنقولكم دائما أي شيء في وجع رأس أو مشاكل في الرأس لازم دائما يرتبط في الرقبة، دائما بيكون في للرقبة عنصر رئيسي في العلاج وفي سبب المشكلة هذه. دائما هذه النقطة خذوها بعين الاعتبار، الدماغ والرقبة وحدة واحدة، إذا صار إشي هون بنعكس على الدماغ ومن الرقبة لتحت كمان ومن الرقبة لأكتافكم وللإيدين لحد ما توصلوا الأصابع. شكرا لكم، إن شاء الله الرسالة وصلت اللي ناخذها بعين الاعتبار، لانه هاي رساله تحذيريه بس جاي مباشره من العمود الفقري تاعكم. ماشي الحال، فاحنا بناكد على الرساله هذه دائما وبنضلنا نذكركم في هالرسائل هذه، مش حنحل عنكم الا لما تحلوا عنا في هاي المشاكل اللي بتعانوا فيها في الام العمود الفقري. تحياتي.